رئاسه الحكومه، طلبت البرادعي ومنصور حسن بقبول رئاسه الحكومه، الدكتور جنزوري هو اللي بيقول كده، لكن انا اللي شلت الشيله بعد صلاه استخاره. وقضايا قتل المتظاهرين ثأر للحكومة، ولو كنا أسرعنا في المحاكمات ما كانش ده حصل، وسأحاكم المتهمين. كل هذه هي أقوال الدكتور الجنزوري. وعودة الأمن للشارع على رأس أولوياتي، والتقيت 3000 ضباط وأمناء الشرطة، وأطالب بمهلة شهرين لعرض النتائج. أخبار كثيرة عن أسرار مشاورات الدكتور الجنزوري مع شباب الثورة لتشكيل الحكومة. وأيضا ذكر الدكتور الجنزوري: أنا مش فلول، ولا أحد يستطيع إقالة طنطاوي، والعسوي ماشي، ولا أعرف 70% من الوزراء. عناوين كثيرة، ولكن أتوقف هنا عند خبر مهم، ويا سادة هننتقل لوزارة الجنزوري واختلاف الآراء حولها. في مصادر قالت أن الدكتور الجنزوري قرر استبعاد بعض الوزراء والإبقاء على عدد من الوزراء، منهم كما يقال سعادة الوزير حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي والتموين، الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة، ربنا يبارك له، عمل مجهود جامد جدا مع الشباب في الثوره وفي المستشفيات، ووزير السياحه استاذ منير فخري عبد النور، ودكتوره فايزه ابو النجا وزيره التعاون الدولي. هذه هي الاسماء التي يبدو ان هؤلاء الوزراء السبعه سيبقي عليهم الدكتور الجنزوري فيما ذكرت الاخبار. كما ذكر أيضا أنه سيقوم بتشكيل مجلس استشاري ثوري يكون حلقة الوصل بين الحكومة وشباب الثورة والشارع المصري، وأكدوا أن سوف يصدر قرار رسمي بتشكيل ذلك المجلس، ويتكون من نحو 15 عضو من الشخصيات الثورية والخبرات السياسية، وتترأسه شخصية يتم انتخابها بينهم. نوهت أيضا المصادر أن الدكتور جنزوري اتصل بالدكتور محمد البردعي وطلب معه التعاون في تشكيل الحكومة وترشيح الشخصيات التي يراها ملائمة للمرحلة وترشيح أعضاء المجلس الاستشاري، مشيرة صحيفة إلى أن الدكتور البرادعي أبدى تعاونه بالتعاون مع الدكتور جنزوري، لكن من دون تولي أي مسؤوليات رسمية، مفضلا أن يكون حلقة وصل بين ميدان التحرير وشباب الثورة والسلطات القائمة. طبعا في بعض الشباب بيرفضوا الوزارة، لكن في هنا خبر مهم بيقول ان الدكتور الجنزوري يعني سيستبعد بقيه الوزراء خارج السبع الاسماء اللي ذكرناهم، ووزير الداخليه منصور العسوي، لكن الدكتور الجنزوري يبدو انه بيعاني ازمه في من يخلف اللواء منصور العسوي. يعني في رشحوا له اسماء من بينها اللواء رفعت قمصان مدير الاداره العامه للانتخابات، شباب الثورة بيعترضوا على ذلك. أنا عايزة أسأل حضرتك، هو يعني دلوقتي رئيس الوزراء هيتلقى المسؤولية هياخدها على عاتقه وهيكون مسؤول قدام الشعب عنها، إزاي أنا أفرض عليه اختيارات معينة وأقول له اختار أو ما تختارش أنا كشعب؟ يعني مادام أنا اديته المنصب هو يتولى مسؤولياته، ما ادالوش المنصب، اللي اداله المنصب